السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائنا المشاهدين متتبعي قناة مغارب نيوز، نحن أمام حالة منذ البارحة ونحن نتابع هذه الحالة. أول شيء، حالة ديال المرأة مسنة تم طردها من طرف الأولاد ديالها من المنزل بعد ما كانت ساكنة بوحدها في واحد البيت، يعني كتعيش غير مع الجيران والجيران هما اللي مقابلينها، لكن بواحد الطريقة أو بأخرى اللي هي طرق شيطانية تمكن أن نسيبهم يخرجها من ديك الدار. خرجوها فعلا، لاحوها في الزنقة من لساسفة، جابوها المحمدية ولاحوها حدا الدار ديال ولدها. ولدها ما حنش فيها لا هو لا مراته، لاحوها. بطبيعة الحال احنا تواصلوا معنا بعض الجهات والتحقنا بهم لدى القيادة ديال الدرك الملكي بن يخلف. كنشكروا من هذا المنبر السيد قائد ديال 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 المركز اللي هو السينور ديال العمراني، اللي تبارك الله عليه حتى هو حلف ما يتخلى على هذه السيده هذه حتى يطمئن عليها. وبالفعل تواصلنا مع السيده نجيه بوحيه اللي تكلفات على العاتق ديالها على انها هي اللي غتشد هذه السيده هذه في هذه الليله على البدع الاقل. وزاد اكدت لنا على ان لو انه كاين شي حد اللي غادي يقابلها مستعده تبقى شدها عندها، ولكن للاسف الشديد ما عندهاش اللي غيقابلها. اضطرينا على اننا نتواصلوا مع مركز ديال 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 الرعايه اللي هو مركز ديال دار المسنين، وفعلا حتى هما تواصلوا معنا وراهم في الطريق ديالهم باش غيجيو لعندها ويديوها للدار ديال العجزه. ان شاء الله غادا تكون بخير وعلى خير، وان شاء الله غادا تاخذ القسط ديالها والحق ديالها في الرعايه. قبل ما غادي نبداو مع السيده نجيه بوحيه، غادي نشوفوا الحاجه مسكينه تقول لينا شي كلمه. امي الحاجه وليدي لاباس عليك؟ بدا مزيان لاباس عليا وليدي. هاد الليله ديال تحيه الله وفي جهاد الناس. انا اش باغا ليهم؟ باغا ليهم الرضا دنيا واخره. يا ربي الله يحفظهم. امين. الله يسترهم اوليدي. امين. انا بعد منهم شر الخلق، وجا جابتني وفرشت لي وغطاتني الله يجعل سيدي ربي يسترهم اوليدي وتسترك حتى معاهم حتى تجي تجارني. امين. الله يحفظك اوليدي. وشي كلمه في حق الجندارم اللي وقفوا معاك؟ الله يحفظهم. امين. الله يعلي درجتهم. سي نور الدين العمراني راه الله خاص هذاك اللي كان بارك الارض. هذاك انا باغي ليه الرضا دنيا واخره. انا بغيت فين ما مشى لاقيه التيسير ولاقيه العز. انا بغيته ديما معزوز. شي دعوه ديال الخير لهم كاملين. الله يحفظهم. امين. هادشي الله يحفظهم والله ينجيهم. جيرانك مساكن اللي تبعوك من الدار البيضاء. الله يحفظهم. هذوك داو الخبيزه ملي كانوا لي كانوا يعطوني ناكل ويعطوني نشرب ويغسلوا ليا. الله يجعل ربي يحفظهم اوليدي. هادشي اللي كنقول انا. هذا الدري ولدك زعما ما راه عاف الله ما هذاك الدري ولدي جاني نسيبي ومول الدار قالوا لي غادي تمشي عند ولدك ما بقاش عندك هنا باش تخلصي الكراق. وحبسوا على دوك الناس ما تلوش خلاهم يجيو ويديوك عند ولدك. قلت لهم واخا. مشاو شدوا تاكسي جابوه. ملي جايين في الطريق كيقولوا لي وتخلصي مول تاكسي عندكش فلوس خلصي مول تاكسي. قلت لهم انا ما عندي فلوس. جابوني حتى لعند ولدي دقوا عليه خرج ليهم. قال مول تاكسي شكون اللي قال لك جيبها؟ البلاصه اللي جبتيها من النهار ردها ليها. هذا ولدك؟ اييه. قال لي انا ما مويش اللي جبتيها من البلاصه ردها ليها. مول الحاجه شنو هو المشكل اللي عندك في رجلك؟ المشكل اللي عندي في رجلي هرسه وليدي. هرسه دايره الحديد؟ اي دايره الحديد وباقي الحديد ما حيدوش مني هو باقي. عندك كروسه ديال هذيك. وولدك ما حنش فيك؟ ما حنش فيا. ولكن الله سبحانه وتعالى حن فيك. ايوا كنطيحوا في الناس الجواد الله يجعل ربي يكمل عليهم. الى جرى عليك الخير عند كريم تبات. اييه هذاك الشيء اللي كاين اوليدي. هي السيده هذه كريمه وكرماتها. اييه الله يجعل ربي يعاونها. فاش ما حطت يدها انا خليتها كنقواره. امين. انا خليتها كنقواره في الارض مختاره. من حاجه عارفه بلي غادي ندوك دابا لدار العجزه ياك؟ هما عرفت اوليدي ما قالوا لي. شوف هما تعهدوا على انهم يتهلاو فيك. لو ان كان شي واحد مثلا اللي غيقدر يقابلك عند هذه السيده هذه هنا. أيه؟ هي كتعهد قالت لك ودي يكون غير اللي يقابلها مرحبا بها تجلس عندي حتى يدي من الامانه امانته. واخا اللي درتيه انا قابله. الله يسلمك. اييه الله يحفظك اوليدي والله يسترك تتا دنيا واخره. امين. اخواننا المشاهدين كما شفتوا
السيده اللي وقع لها هذه الحاله هذه وهذا طرد من طرف الولد ديالها، لقينا السيده نجيه بوحيا الملقبه بنجوى هي اللي تفاعلت مع هذه القضيه. بعد ما شافتها تواصلت معنا طلبات على انها تكفل بها بعد على الاقل هذه الليله، بينما لقاو الحل وبالفعل جبناها لعندها وكنشكروها، كنشكروها بزاف لانها يعني باش تفكنا في ذاك الوقت في هذيك الوقيته ديال 11 الليل ولا سميتو راه ماشي ساهله بعد ما تسدوا علينا كاع البيبان. نخليو الكلمه للنجيه تفضلي. السلام عليكم. انا تاثرت بزاف بهذ السيده، انا ما كرهتش كل قاعد شي واحد يقابل المراه نخلصها وتقابلها عندي، ماشي مشكل. راه لحوها ولاد هاد السيده، واش حنا بشر ولا؟ ما فهمتش انا لحد الان. انا ما كرهتش هاد المراه مسكينه تبقى معايا، تيدي مول الامانه امانته ونعالجوها، وانا كنطلب من كلشي الناس يتعاونوا ويديروا لها ولو على الاقل عمليه. المراه باش تقدر تنوض ما كتحرك لا ليل الليل كامل وحنا كنشوفوا فيها، ما كتقدرش حتى الدار مسكين والو، كتقدرش حتى تنوض، ما تقدرش الدور، والدواء وفيها السكر وفيها الطونسيون. هضرت بحال امي انا الله يرحمها، بحال امي الله يرحمها. انا كون لقيت شي واحد وعرفتو غادي قادي على هاد المراه انا نخلصو شهريا ونقابلها عندي في الدار. ودابا شنو كطلبيها للنجيه من المحسنين ومن الكرام؟ المحسنين راه كيشوفوا اللي عنده اللي ما عندوش. هاد المراه كما كتشوفوا يجراو على الابناء ديالها، هادي راه منا حنا، حنا ابناء ديالها. دابا حنا اللي خصنا نقوموا بالواجب بحال المرحوم رايان، احنا باقي المراد عليه. تبعتي معنا؟ بكيت انا بقى باحه بالبكاء. كنت كتواصلي معايا كل دقيقه كل دقيقه. احنا راه عرب، احنا مسلمين ولا وجه الله، ربي دار رايان باش الناس القلوب تحان. دابا النجيه دابا راه جايين الناس ديال العجازه غادي نديوها ان شاء الله، غادي نديوها وغادي نشوفها هما كيتواصلوا معنا. لا بغا يخليوها عندي، انا ما عندي حتى شي مشكل، والله ما عندي حتى شي مشكل. تجلس معززه مكرمه صراحه. واقع انا ربعا اي والله يشافيها مسكين. كاينه في الدار هي واقع. الدار ديال السيده المحسنه اللي شداتها البارح قدام الجندار، راه كنحاضر الجندار. يلاه انا ربعا. أعزائنا المشاهدين كما لاحظتوا السيدة باتت عند نجية بوحيا، تهلات فيها، جزاها الله بخير. نتمنوا من المحسنين من الكرماء على أنهم يتواصلوا مع هذه السيدة. غنحطوا الرقم ديالها، رقم الهاتف ديالها غادي نقيدوه وغنحطوه فوق الفيديو. اللي بغى يتعاون مع هذه السيدة غير على قبل العملية، ماشي على قبل شي حاجة أخرى. دابا دار المسنين هما غيتكلفوا بها، ولكن خاصها عملية على قبل رجليها. السيدة راه حنا عندها واحد الكروسة جد مهترئة، شوف شوف الكروسة كي دايرة، يعني ماشي شي كروسة اللي هي تستحق ولا يعني ماشي مريحة. اللي يقدر يدير شي حاجة جزاكم الله بخير. وإلى هنا نقول لكم لن يضيع الله أجر المحسنين، وإلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.